دكتور كلودين نصر، اختصاصية بطب العائلة والطب الوقائي، بتجدد تناول موضوع الساعة بلبنان، ارتفاع الإصابات بالكوليرا والخوف من انتشار المرض وتحوله إلى وباء، بالحماية والوقاية والكشف والعلاج. دكتور كلودين أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. تشرفتينا دكتور كلودين. بدي أرجع أعرف منك دكتور كلودين إعادة تعريف الكوليرا يلي هي منا فيروس، هي بكتيريا بتنتقل عبر الماء. شو هي تحديدا الكوليرا؟ مزبوط، مثل ما قلتي هي بكتيريا اسمها الطبي فيبريو كوليري، وهي بكتيريا بتوصل عبر الفم للجهاز الهضمي، وبس توصل على الجهاز الهضمي بتأدي لإفراز كمية كبيرة من المي من الجهاز الهضمي، وهيدا اللي بيأدي من وراء التوكسين، من وراء مادة سامة هي بتفرزها البكتيريا، وهيدا اللي بيأدي للإسهال الحاد يلي معروفة في الكوليرا ويلي ممكن يؤدي للوفاة. وحالات الوفاة عادة يلي بتجي من الكوليرا هي مش من وراء البكتيريا بحد ذاتها، هي من وراء الجفاف يلي ينتج عن الإسهال الحاد. ومن المعروف أنه بحالات معينة ممكن توصل كمية المياه يلي بيفقدها الشخص لحديت 20 لتر بظرف كم ساعة. صح، مشان هيك هيدي الكمية العالية ويلي بتنفرد فيها الكوليرا كالتهاب بالجهاز الهضمي هي اللي بتأدي لحالات الوفاة يلي بتصير من وراء الكوليرا. خلينا نشوف سوا صورة لأعراض الكوليرا وناخد منك شرح عليها دكتور لو سمحتي. صح، هلأ هني أعراض الكوليرا مثل ما قلنا العارض الأهم هو الإسهال، والإسهال يلي ممكن يكون إسهال خفيف بس ممكن يوصل لإسهال حاد، وعادة منقول مثل مية الرز بيكون هو شكله. وهيدا الكاركترستيك تبع الكوليرا أبيض. صح، بالإضافة لهالكمية اللي قلنا ممكن تكون من يعني إسهال كميته خفيفة لممكن توصل للعشرين لتر بظرف كم ساعة، ممكن يصير كمان في خاصة بالأول يعني لعيا نفس واستفراغ، ممكن يصير في كمان ارتفاع بالحرارة بس هي بحالات كتير قليلة. يعني الكوليرا هي أجملة من الأمراض الالتهابية يلي ما بتأدي لارتفاع بالحرارة، تعب بالجسم ووهن، ويلي ببلش يبين هي عوارض الجفاف. عوارض الجفاف يلي هي مثل ما قلنا التعب، نشاف الحلق، بحس انه تمه منشف بده يشرب، بصير تخف حتى الوعي، يعني ببطل الشخص واعي لانه بصير في عنده هاي التعب القوي، بغمضوا عينيه، وبصير في عنده جلدته منشفه، من على الفحص ببين عنا انه هي الجلدي ما عم ترجع لحالتها الطبيعيه لانه بخف كميه المي منها. ومن هون بنوصل للكومبليكيشنز تبع الجفاف يلي هي هبوط بالسكر، هبوط بالبوتاسيوم، ببطل الواعي الشخص، ممكن يفوت بكوما وممكن يوقفوا الكلاوي عن الشغل وممكن يتوفى من وراها. طب اليوم قد فينا ناخد احتياطاتنا أو على الأقل خلينا نقول دكتور في حال وقعت المصيبة، هل بشرب المي بكترة ممكن نتخطى هيدا المرحلة الصعبة أم شرب المي لحاله منه كافي؟ هلا بحال الاسهال اكيد دائما بدنا نفكر انه احنا كيف بدنا نعوض عن الكميه اللي عم نروحها هيدي بالاسهال بالاجمال. الكميه اللي لازم نعوضها والطريقه اللي لازم نعوضها هي حسب الكميه اللي عم نروحها بكم بالاسهال، وحسب السرعه يلي عم بصير فيها الاسهال وقد ايه صرنا فاقدين كميه مي. من الطبيعي انه اذا شخص حس انه عم بيكون الاسهال كثير ومتكرر والكميه عاليه بده يروح دغري على المستشفى، لانه هون بنعرف انه كميه المي اللي بتاخذ بالعرق بده يكون فلويدز ما فيها تكون بالفم، خاصة إذا بلش يحس حاله تعبان لدرجة إنه ما قادر يتناول كمية المياه اللي لازم يتناولها. هي هيدي الكمية بتختلف بناء على شو دكتور؟ حسب كمية اللي عم نروحها وحسب وزن الشخص. أوكي. وكمان في حسب الأعمار، لأنه في تشارتس كمان حسب الأعمار. بالحالات اللي أقل خطورة دايما كمية السوائل اللي بنتناولها فيها تكون بالفم. بس هون بدي أقول أنه مش بس المي العادي، لأنه المي العادي ممكن أوقات إذا تناولناها لوحدة ممكن تزيد المشكلة لأنه ما عم تعوض عن المعادن يلي عم نروحها. مشان هيك بده يكون في سوائل خاصة عادة فينا حتى نعملها بالبيت بس كمان موجودة بالفارماسيات، هي اللي بنسميها oral rehydrating solution، معمولة هي يعني كفورمولا معمولة من الـ WHO من منظمة الصحة العالمية، فيها تنعمل بالبيت. يعني إذا نحط نص ملعقة صغيرة من الملح مع 6 ملاعق سكر صغيرة مع لتر مي نظيفة أكيد، هيدي
يكون عندي صار سائل ممكن عوض فيه عن الأملاح يلي عوضتها وعن كمية المي يلي عوضتها. يعني ضروري هلأ مثلا نترك شوي ببيوتنا مثل ما عم تقولي هذا المصل اللي عادة بنشربه، نترك كميات يمكن بهالفترة خاصة اللي عم نقطع فيها بالفنرة وفينا نعملها نحن بالبيت مثل ما عم تقولي بالبيت مثل ما عم تذكري. دكتور كلودين، اليوم الكوليرا علاجه صعب، يعني هل ممكن متى أخذ دواء له وبيمشي حالنا، أو إذا صارت متطورة كتير معنا حنفوت مستشفى؟ يعني كل التفاصيل. صح، هلا هو العلاج الأساسي هو التعويض عن كمية المياه اللي راحت، هيدا العلاج الأساسي. منزيد عليه الأنتيبيوتيك لأنه البكتيريا هي بالنهاية الكوليرا، وهون الأنتيبيوتيك بيقدر يشتغل. ما بنعطيه بكل الحالات، بس بالحالات يلي بتكون أصعب من غيرها وبالحالات يلي بتكون ضمن انتشار وبائي بنعطي. في عدة أنواع أنتيبيوتيك ممكن تشتغل. هدف الأنتيبيوتيك أول شيء يقصر الفترة، فترة الكوليرا الأمراض يعني والعوارض، يخفف كمية الإسهال يلي عم تصير، كمية السوائل يلي عم تروح من الجسم. وكمان في شغلة مهمة، بخفف الأيام، عدد الأيام يلي بيروح فيها البكتيريا بتروح بالخروج، لأنه نحن بنعرف أنه هي بتضل عم تنتقل من شخص لشخص، لأنه في عنا كمية بكتيريا عم بتضل تظهر بالخروج تبع الشخص المصاب. طيب المجتمع العالمي العربي كله we are not vaccinated ضد الكوليرا، نحن ما عملنا طعم نحن وصغار ضد الكوليرا. لا مش بس ما كان في، كان في بوقتها، كان قبل بالعضل، بعدين بالسبعينات وقفوا صاروا عم بيعملوه بالفم. بس ما بينعطى وين ما كان، لانه الكوليرا كانت محدده ببؤر معينه، ما في كميه كان كافيه من الفاكسين. والفاكسين حمايته بتكون بالاول عاليه بس بعدين دغري بتخف، يعني ممكن تكون مثلا حسب الفاكسين، لان في كذا نوع هلا صاروا بالفم بينعطوا دروبس، يعني مثل الرطة فاكسين بالفم. صح. حمايته ممكن تكون بالأول حسب نوع الفاكسين بين 80 و90%، بس ممكن تنزل كتير حتى بعد 3 أشهر. يعني في دراسات بتقول حتى ل60 أو 70% بتنزل الحماية بعد 3 أشهر. وحمايته ما بتضاين أكتر من 2 سنين، سو كمان بده يضلوا ينعطى. هلأ مثلا الدولة اللبنانية طلبت كمية فاكسين لتنعطى للأشخاص اللي أكتر عرضة، يلي هني بالمطارح، يلي مثلا الكامبس تبع الرفوجيز، بالمطارح اللي فيها كتير كثافة سكانية وما في يعني كمية مياه نظيفة واصلة لهدول الأشخاص، هو الأشخاص اللي أكتر شيء رح ينعطوا. والطاقم الطبي أكيد لازم يعطوهم. صحيح، مش بالضرورة. هلأ منهم برايورتي، هلأ منهم برايورتي، يعني إذا انتبه الطاقم الطبي كيف عم بيتعامل مع الأشخاص المرضى هون ما في خطر كتير عليه. وهلأ كمان الدولة يعني عينت 12 مستشفى بلبنان، هن المستشفيات يلي هي مؤهلة إذا بدك أو المطلوب منها أن تعالج الكوليرا. باقي المستشفيات إذا كان عندهم حالات مطلوب منهم أنه يبعثون على هدول المستشفيات. طيب هل 12 مستشفى دكتور هن كافيين لحتى يعالجوا المرضى بالكوليرا؟ عم نحكي ما بعرف قدي وصل العدد اليوم يعني، وهل فينا نقول أنه دقينا مرحلة الخطر ولا بعد؟ هلأ العدد لليوم هو 448 حالة. أوكي. مع 10 حالات وفيات. أوكي. بس هيدي يعني عم نحكي نحنا من أسبوعين لهلأ وصلنا لهذا العدد، يعني تقلق بأي كبير يعتبر. صح. من أسبوعين لهلأ وفيات خاصة. صح. يعني تقلق مثلا كيف من 3 أيام، أنا كنت عم عامل ريسورش أشوف الأرقام. من 3 أيام كان الرقم، يعني بالـ21 من 4 أيام كان الرقم 225. بظرف 4 أيام صرنا 442. كان عندنا 7 حالات وفيات، صار عندنا 10 حالات وفيات. هلا بدنا نعرف بس انه حتى العالم ما تعمل بانيك، انه باغلبيه الحالات الكوليرا هو مرض منه خطر. نحن عم نحكي عن الـ5 لـ10% يلي ممكن يعملوا هالكوليرا الصعبه يلي بيفقدوا من خلالها كميه كبيره من المياه وممكن يتوفوا. واكثر حالات الوفيات عم بتصير لانه شخص ما عم بيروح يطلب العنايه الطبيه اللازمه، وخاصه على المستشفى. بس ما عم نعرف دكتور لانه هلا يعني شبه سقع التأس وشتت من يومين بغزارة، وكلنا معرضين لفلو لإسهال ولا. صح. يعني هيدا أمر طبيعي. صح. الكوليرا ما بيعمل فلو عوارض، بيعمل إسهال. مفروض هو هلأ موسم الإسهال يكون صار على آخر، لأنه الإسهال هو أكتر بيكون بفصل الصيف لأنه منكتر من أكل الخضار والفاكهة وكل هيدولة. بس في نوع الإسهال يلي بيقلك قدي أنت حالتك خطرة، يعني إذا أنت بظرف 2 أو 3 ساعات فتي 10 مرات عملت إسهال، يعني والكمية كبيرة واللون كمان بلش أنه مش حاستي طبيعي، هون بدك تعرفي أنه أنت حالتك منا منيحة. أوكي. والكمية اللي عم تفقديها كمية عم
عم تكون عالية. طيب ذكرتي أنه صار في تقريبا 10 وفيات وأكثر من 400 وشي 448 شخص. 448 هلأ بالضبط. بأي مناطق لبنانية عم ينتشر أكثر شيء الكوليرا؟ وهل ممكن نحد انتشاره إذا مثلا نعمل ما بعرف إغلاق لهالمناطق اللي أكثر شيء موجود فيها؟ هلأ أكثر مناطق تواجد فيها هي مناطق عكار والضنية من الضنية وبعلبك. صحيح. بعدها في كمان بطرابلس صار في كم حالة، وصلوا الحالات لكسروان، في 10 حالات بكسروان، وفي عنا حالة بجبل لبنان ببرج البراجنة. هلأ كيف بدنا نحد من انتشاره؟ المشكل هي انه المياه كلها متواصلة مع بعضها. هلأ يلي صار هني اتاخد عينات من المياه بلبنان، مياه الصرف الصحي ومياه الشرب حتى يعرفوا وين موجود. هلأ بالمناطق يلي أكثر انتشارا كان في لقوا الكوليرا بمياه الصرف الصحي وبالمياه اللي بتوصل على البيوت، بينما عنا بالمناطق هون يعني أخذوا عينات من عين المريسة، أخذوا من برج حمود، أخذوا من غدير، وتبين أنه الموجودة بس بالصرف الصحي، يعني موجود كوليرا بس بمياه المجرير إذا بالتعبير الهذا بالصرف الصحي، ما لنا موجودة بالمياه اللي عم توصل على البيوت. سو لهلأ نحن نعتبر سيف من هالناحية، بس المشكل أنه نحن البنى التحتية منا أكيدين منها، يعني نحن ما منعرف بأي مطرح بيصير في ليكج من أساطر الصرف الصحي وبتوصل على الأطار. طب اللي عنده بير مثلا ببيوتهم يمكن هول they are the safest now؟ إذا ما وصلهم، لأنه ما بتعرف إذا ممكن يوصل بحيالة طريقة الكوليرا، لأنه البير هو إذا بدك ميليو يعني محفز للكوليرا إذا وجد فيه، لأنه مطرح يعني مسكر وما بتبرم فيه المي. نحن بنفضل أكيد المطارح اللي بتبرم فيها المي. إذا كان محمي وما وصل عليه وما في مجرير قريبة منه وما في ليكج من شي مطرح، ما في مشكل. طب شو طرق هلأ مثلا أنه ما بعرف خزان الماء؟ أيه. أنا سمعت كتير options. خلوا ملح بريسبس بتشتريهم، المبيض الغسيل منحطه، شو الطرق؟ رح قلك بلا ما أقول أسامي براندز يعني. هلأ الخزانات مثلا عنا إذا بدنا أنه ننتبه لها، أول شيء بدنا ننتبه لنظافتها، يعني بدنا ننظفه للخزان تنظيف أوريدي، بده ينحط فيه معقم. المعقم الأفضل هو المعقم يلي فيه الكلوراين. الكلوراين فيكون موجود يا بحبوب يا يعني بيكونوا عادة أكبر للخزان، يلي هن مقطوعين بالصيدلية وبالسوبر ماركت هون الحبوب، لأنه سألت عنهم من جمعة لهلا. صح صح. أوكي شو البديل؟ البديل أنه نحن نحط كلوراين، بس بدنا ننتبه للكمية، لأنه بدك تعرفي قدي فيه الخزان، قدي فيه الخزان كمية مياه تتعرفي قدي بدك تحطي كلوراين. يعني يلي معروف عادة أنه إذا بتاخدي الكلوراين يلي موجود بالمبيضات المنزلية وبالمعقمات المنزلية، إذا كانت نسبته بين 5% و8% بدك تحطي نقطتين منه لكل لتر مي. سو بدك تحسبي قد ايه بدك تحطي للسيتر. ايه هيدا اللي بده يصير اذا منهم موجودين. ايه اوف كورس. صح. الفينيجر اللي عم تحكي عنه والملح ما بيقدي، يعني منه كافي للكوليرا. في غير جراثيم ممكن يقضي عليها، بس للكوليرا منه كافي. هلا في طريقه ثالثه يلي هي الفلتر يلي ممكن ينحط، بس عم بقوله مش فعالين هول الفلتر. بده يكون فلتر البورز تبعه اقل من 0.3 مايكرونز، يعني بتكون اقل من 0.3 ميكرون حتى ما يمرق الكوليرا. يعني بدك تسالي شو هو الفلتر يلي انا عم جيبه، والا ايه ما بيكون فعال لانه بيمرق فيه الكوليرا. طيب أوجافيل خلينا نحكي كمان هلأ عم نذكر بالنسبة للخزانات. ايه. يعني رح نقولها مثل ما هي. أوكي. لحتى ست البيت على الأقل تعرف حالها. ايه. وكيف نعقم الخضرة بأي طريقة دكتور؟ أوكي. الخضرة كمان يعني بدنا نفكر أنه نحن بدنا نغسلها بمي نظيفة، يا بدها تكون مي بأنينة أو ببطل مسكرة. exactly. يا بدها وأكيد من مصدر موثوق، لأنه صار في عنا كمان براندز مش معروفين. صحيح. كيف عم بيعبون ومن وين عم بيعبون، اللي معودين عليهم. مزبوط. اللي معودين مزبوط. هيدي شغلة. يا بدها تنغلى المي، يعني بدها توصل لدرجة الغليان على القليل لدقيقة من الوقت، وهيك بيكون صار عنا مي نظيفة نغسل فيها الخضرة. يا أنه مثل ما قلنا بلا ولا شيء. إيه. بس يعني صارت هاي مي نظيفة كأنك عم بتغسلي بمي من قنينة مسكرة. أوكي. يعني حتى هون هاي الطريقة بنستعملها إذا ما عندي أنا أكسس لقنينة مي مسكرة. ما نفكر بالري بالزراعة إذا متشربة هالخضرة أكيد. هيدا موضوع تاني. مش إن إحنا هون عم نحكي إذا عم غسل أنا خضرة منا أوريدي كونتامينيتد، بس أنا عم جرب ما أعمل تلوث من المي. أوكي. وإذا كانت كونتامينيتد شو إذا كانت كونتامينيتد بدها تنحط على النار.
الكوكينج هو الطريقة الوحيدة حتى نقضي عليها. التبريد ما بيقضي على الكوليرا، يعني بيوقف انتشاره، بيوقف تكاثره، بس ما بيقضي على الكوليرا. بدنا منغسل شو؟ بخل أبيض، ملح خشن، كيف منعقم يعني؟ هو فيك تزيديون، بس التعقيم هو زي الطريقة اللي قلت لك عنها بالكلوراين، يا حتى للخضرة اكيد، حتى للخضره. بس ما بدنا، ما بنكون عم نضر معدتنا، صحتنا. لا، الكميه اذا اعتمدنا الكميه يلي عم نحكي عنها ما في اي مشكل فيها. اوكي، اللي هن نرجع نرجع نذكر الكميه، نقطتين لليتر بدها تكون، بس الكونسنتريشن من 5 ل 8%. بدو يطلعوا على البليتش اللي عم بيستعملوه او على المعقم اللي عم بيستعملوه، بده يكون مكتوب عندك هايبوكلورايت او كلوراين 5 ل 8%. انا بقول حيجي حالات تسمم، العالم حتزيد شوي من هذا الكلوراين، بدها تنتبه حتى حيصير في حالات تسمم، لانه يمكن ما حيقدروا يعملوا التقدير مزبوط. اي بدهم يعرف، بدهم يقروا مزبوط يعني شوي. أوكي. يعني مثلا قالوا ان 20 لتر بده يكون عندك 40 نقطة، مش اكثر من هيك. اوكي سو هيدي هي الطريقه، وبتنقعين المفروض انه ينقعوا 30 دقيقه فيها، هيدي مش انه بينحطوا وبينشيلوا، 30 دقيقه ومن بعدها بتنشيل. هلا الفينيجر هون بينزيد للطعمه، يعني حتى تشيلي طعمة الكلور يلي ممكن تزعجيك، بساعتها ممكن تزيد الفينيجر او ممكن تزيد الملح. طيب دكتور، اليوم عم نحكي عن وباء ولا لا؟ فينا نقول انه وباء، لانه عم بيكون هو عاده. امتى بنقول وباء؟ اذا كان عندك حاله ومن وراها صار في حالات محليه. اوكي، نحن قبل، يعني بس تنعطي فكره للعالم، نحن قبل الحديث من 93 لهلا نحن ما كنا ما عندنا ولا حاله كوليرا محليه. كان ممكن يجي حدا من برا عنده كوليرا، هيدي غير شيء. بس ما عندنا ولا حاله محليه، معناتها ما كان عندنا بؤر للكوليرا عم تنتشر من شخص لشخص. هلا صار عندنا بؤر محليه، لانه اول حاله صحيح شخص اجى من سوريا، وهيدي كانت اول حاله بعكار، بس من بعدها صار في عندنا حالات موجوده هون، يعني مش حالات كلها من برا. سو هلا نحن نعتبر انه عندنا وباء الكوليرا. هلا صرنا بالابيديمي ولا لا؟ بعد ما صرنا، بس التكاثر السريع بقلنا انه لازم نبلش ننتبه. اوكي. طب دكتور، مثلا قصص هيك شوي صغيره بس الانسان بفكر فيها يوميا. ايه. وقت بدنا نفرش اسنانه، صح، المي عم نتمخمط فيها، مي الخزان، صح، اذا كنا بعد مش هيدا. ما هي هلا انا بلشت مثلا فرش مي معدنيه، صح، نحن وعم نتحمم، كيف بدنا نحمي حالنا؟ يعني شو الطرق مثلا؟ صح، هلا هي اهم شيء نحن الطرق. اول شيء المحافظه على النظافه، يعني نظافه الايدين دائما، غسيل الايدين بالمي والصابون، خاصه من بعد استعمال المرحاض، يعني او قبل ما ناكل، من بعد ما ناكل، قبل ما نحضر الاكل. نحن وعم نحضر الاكل اذا كان عم ننقل من مرحله لمرحله، هيدي النظافه كثير مهمه. ثانيا مثل ما قلنا، استعمال المياه يلي بتكون نظيفه بكل الطرق يلي حكينا عنها. اوكي، مياه الخزان مثل ما هي ممنوع انه نستعملها الا اذا عقمنا الخزان. يعني اذا ما عقمنا الخزان، المي اللي عم تجي يلي ممكن يكون فيها كوليرا فاتت من التم، نحن وعم نتحمم، نحن وعم نفرش اسناننا، هيدي ممكن نلقط. لو عقمنا الخزان بس، كل قد ايه بدنا نرجع نحط هالبريسبس؟ او كل قد ايه يعني؟ ما حسب يعني كمية الماء اللي مره بدل. بالشهر مره، ما هو كميه انت المي متى ما حطيتيها، ما انت حسب قد ايه عم تستعمليها. يعني انت استعملتيها صارت على اخرها، بدك عم بيرجع يتعبى مي جديده، بده يرجع ينحط مره جديده حسب سو هي كلها حسب كمية المي أكيد. وإذا عم تعبي بالسيترن من برا كمان، لأنه هلأ مع إيطاع المي هون بدك تنتبه، السيترن هل هو عم بيفحص المي اللي عم بيجيبها من وين مصدرها؟ وساعتها بدك تنقي الأشخاص يلي عندهم بيعطوك بروف من المختبر أنه أنا فاحص هالمي وهي خالية من الكوليرا وكل وباقي الجراثيم. يعني هي مش بس الكوليرا، بس هلأ لأنه عم نحكي عن الكوليرا. دكتور، نحن ما عم نبسطها، بس ما في شك انه هي يمكن ابسط من الكورونا يلي عشناها، من كوفيد. بس هلا عم نفكر في مسنين، صح، عايشين لحالهم، صح، لا رح فيهم يتحكموا بالمي، لا بالجوبس ولا بال، صح صح. إيه لا اكيد، يعني في تكون خطره على، اكيد في خطره تكون خطره على اشخاص معينين، يعني مثل ذكرتيهم. هي اصلا اكثر شيء خطره عند المسنين وعند الاطفال، اكثر حالات اصلا عم تكون عند الاطفال. يعني 50% من الحالات اللي عندنا كانت بعمر تحت ال 14 سنه. وفي كمان حالات ثانيه عم تكون خطره عندهم، مش دائما عم نعرف ليه. مثلا الاشخاص، بين دراسات الاشخاص يلي فاقد دمهم او، هن معرضين مرتين اكثر من غيرهم انه يعملوا
كوليرا ما بنعرف ليه. الأشخاص يلي ما عندهم أسيد كافي بمعدتهم، يعني بنعرف نحن كتير عنا بلبنان بيستعملوا حماية للمعدة يلي بسموها أنتاسيد، الأدوية يلي بتخفف أسيديتي طبعا المعدة بسميهم بي بي آيز، وهدولي مجرد ما تخففي أسيد المعدة هون عم تخففي حماية لإلك، لأنه الأسيد ممكن يقضي على الكوليرا، يعني هيدي أول بارير ممكن تكون عندك بجسمك حتى تقضي على البكتيريا. لازم نتسرسب هالقد دكتور أو أوقات ناخد الشغلة هيك؟ مش نتسرسب بس ننتبه على الاشياء، يعني هدول اشياء اذا الواحد عرفهم وطبقهم عم بيكون اخذ احتياطاته. ايه اكزاكتلي، يعني عم تاخذ احتياطاتك. وبالنسبه للاكل يعني يمكن ما حكينا كمان تفاصيل، ما بقى ناكل خضره برا، خلينا نحكي فيهم بعد البريك لو سمحتي دكتور. وقفه صغيره وبنرجع لكم مع دكتور كلودين ناصر اكيد. ختام حلقتنا لليوم، من شرفتونا ولكن بعدنا طبعا مع دكتور كلودين نصر وعم نحكي عن موضوع الكوليرا. ان شاء الله هيك كل هالمعلومات اللي عم ننقلكم اياها تكون مفيده لكم مشاهدينا. مجددا اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور اليوم خلينا نحكي شوي عن طرق التعقيم بطريقه مفصله اكثر. قلنا اذا كانت الخضره نيه قلنا كيف بنعقمها، اليوم اذا غليناها وعملنا كل هالتفاصيل كيف ممكن نحمي حالنا أكثر وأكثر؟ هلأ هون في اثنين سيناريو، يعني في الخضرة إذا عم نعتبر أنه هي مصقية بمي نظيفة سو هي أوريدي منا ملوثة، بس نحن عم نحاول نغسلها بمي كمان منا ملوثة تتضلها منيحة، يعني هون في احتمال نقدر نكلها نية من بعد ما نكون عقمناها بالمي مثل ما حكينا، يعني حطيناها يا بمي مغلية يا غسلناها بمي تشرب يا حطيناها بالمي مع الكلوراين بالمعدل يلي قلنا نقطتين لكل لتر ونقعناها نص ساعة. هون هيدي الخضرة فينا نكلها نية إذا كنا أكيدين أنه منا مروية بمي ملوثة. بس في خضار معينة ممكن كتير تشرب الكوليرا إذا كانت مروية بمي ملوثة، وهيدي بدنا نجرب نتجنبها هالفترة. يلي هي مثلا مثل الوراق، يعني البقدونس، النعنع، كل هيدول كتير بيشربوا الكوليرا إذا كانوا موجودين بمي الري. سو هون بدنا ننتبه، لانه هيدول كمان بالنهايه ما فيك تطبخيهم. يعني انا كيف بدي اطبخ البقدونس؟ ما فيني، يا بدي اكله ني يا ما بدي اكله. وانا ماني عارفه اذا المي المصقي فيها هي مي ملوثه، هالفتره افضل انه نتجنبهم. باقي الخضره اذا كنا اكيدين مثلا نحن عنا ما بعرف عم نزرع عنا حدنا وبنعرف المي من وين جاي وهيك، فينا ناكلها ني من بعد ما نكون غسلناها بمي نظيفه. بس هو في مبدا بالاجمال، يعني خاصه باوقات اللي بيكون فيها اوبئه إلى علاقة بالأكل، في شيء بنقوله بالإنجليزي cook it, boil it, peel it or forget it. يعني يا طبخية يا غلية يا أشرية يا أنه نسيه أمره، يعني بهالفترة. يعني الأكل للولاد كل شيء هلأ من we peel it. هلا نحن هون عم نحكي مثلا وبيلت مثلا لقصه الفواكه، مثلا الفواكه الافضل هي الفواكه اللي بتقدر تقشريها، لانه الفواكه الباقيه عم تقولي انا بدي اغسلها، المي نظيفه منا نظيفه، مرويه بمي نظيفه مش نظيفه. مثلا التفاحه منقشرها، فينا نقشرها اكيد افضل من انه نخلي قشرتها. حتى بالخضار مثلا الخيار اذا قشرناه كمان افضل، لانه بالنهايه بالقشره عم بيكون فيه الكميه الاكثر، والاشياء اللي فيها نغليها على النار هي بتكون الافضل يلي فينا نطبخها. عم نحكي هون خضار، عم نحكي كمان الحمات، وعم نحكي كمان أسماك، وخاصة ثمار البحر، لأنه كمان ثمار البحر ممكن يكونوا ملوثين من المياه يلي بيكونوا جايين منها، لأنه إيه في بيجوا من الخلجان فوق. واحد ما يأكل لا سوشي ولا هالفترة بحرية. هالفترة بده يتجنبها كتير، بده تكون مطهية مزبوط. والطهي هون عم نحكي يعني بده يكون وصلنا على حرارة 70 درجة، مش إنه طبخناهن شوي تركناهن نص نيين، بده يكون على حرارة 70 درجة وبدنا ناكلهم سخنين. وإذا بدنا نخلي كم نحطها بالبراد تاني كلا تاني نهار بدنا نحطها دغري بالبراد، ما بدنا نخليها كذا ساعة برات البراد حتى تكاثر فيها البكتيريا، دغري منحطها بحرارة تحت العشر درجات بالبراد ومنخليها بهالحرارة لحديث ما بدنا نكلا تاني نهار بنرجع منخدها وكمان منسخنها على حرارة 70 درجة عالية. ما بنكون على حرارة دايما عالية. أوكي دكتور، اليوم بأي بقعة من العالم في كوليرا وشو الأرقام عالمياً؟
الكوليرا هي معروفة إنه موجودة بالبلاد يلي فيها فقر ويلي ما فيها مياه، يعني اهتمام بالمياه الصحية يلي ممكن توصل على البيوت وحتى بمياه الصرف الصحي. عادة أكتر بلاد هي أفريقيا وهي آسيا، وعنا كمان حتى بالميدل إيست. بالبلاد المتطورة إجمالا ما في حالات كوليرا، كلها عم تكون حالات عم تجي من برا. بس مع هيدا وكله يعني الحالات عالميا سنويا عم تكون بين 1.3 مليون لأربعة مليون حالة سنويا، وعم بيكون في حالات وفاة عم توصل بين 20,000 و145,000 سنويا. That's a lot. إيه صح. صح. لأنه في كتير بلاد ما تنسي فيها فقر نامية. وفيها تجمعات، بلاد نامية ما بيوصل للمي بطريقة مزبوطة، كل المي ملوثة وما عندهم الطرق حتى يعقموها وتينطفوها. سو طيب. هذا المشكل 100%. اليوم من عوارضه هو الإسهال، بس كمان كورونا بتعمل إسهال. صح. كيف منعرف الفرق بيناتهم بالنسبة للعوارض؟ هلأ الكورونا شكل الإسهال تبعها مختلف عن إسهال الكوليرا، وإجمالا الكورونا بتترافق كمان مع ارتفاع بالحرارة ومع عوارض بالجهاز التنفسي. صحيح. بينما الكوليرا هي بتضرب الجهاز الهضمي فقط، وإذا بديك حدة الإسهال تبع الكوليرا هي أعلى بكتير من الكورونا. بس ممكن أكيد بأوقات إذا كان الكوليرا منا حالة كتير صعبة ممكن نفكرها مش بس كورونا، ممكن نفكرها حيلا جرثومي تاني ممكن تضرب الجهاز الهضمي. سو مش دايما منعرف إنه كوليرا، ومشان هيك الحالات يلي عم نقول عنها هي أكيد منا 100% من الحالات، لأنه في أشخاص فيهم يكونوا ما عملوا ابدا اسهال وكونوا لاقطين كوليرا بس هني عم بيعدوا اشخاص ثاني. وهون هلا اذا بدكم بنحكي قد ايه بضلوا يعدوا، وفيها تكون اشخاص عملوا اسهال بس منه حاد كثير ومرق وما عرفوا انه هيدا كوليرا. بس هيدي خطورتها، لانه الاشخاص يلي صار عندهم التهاب بالكوليرا ممكن يضل الكوليرا بالخروج عندهم من نهار ل 10 ايام واوقات حتى 15 يوم، وبضلوا يعدوا بهول الفتره بهالايام هني عم بيعدوا حتى لو هني ما عندهم عوارض كتيرة وحتى لو هن مش حاسين حالهم انه مريضين. وهون الخطورة على الاشخاص اللي حواليهم، والخطورة كمان لانه بالنهاية هالخروج عم بيروح بمياه الصرف الصحي، عم ينتقل لمناطق تانية. صحيح. ما عم بيبقى بهيدي المنطقة. سو مشان هيك هون الخطورة تبع الكوليرا، وهون الاهمية انه نقدر نعرف اذا هذا الشخص عنده كوليرا ايه او لا حتى يقدر يعزل حاله وينتبه والاشخاص اللي حواليه يقدروا ينتبهوا. دكتور ايمتى بنتوقع يكون في فاكسين عنه؟ هلا مش معروف امتى رح يوصل، وهلا توصى عم بيقولوا توصى على 10,000 دوز فاكسين، بس ما بتصور رح تكون متوفره للعالم، يعني للببليك. رح تكون هي الدوله وزاره الصحه رح تقرر مين ان الاشخاص يلي اكثر شيء لازم نعطيهم الفاكسين، وبتصور رح يبلشوا بالمناطق الاكثر اكتظاظا والاكثر فقرا ويلي اكثر شيء بين فيها حالات. بس هلا مشيت المي. صح يعني مشيت المي. ايه كلنا ممكن ننطال يعني. ايه هلا نحن مثل ما قلت انه نحن بعدنا شوي محميين، لانه بعدها بس بمياه الصرف الصحي منا بمياه اللي عم توصل على البيوت. وحسب ما فهمنا كمان من يعني مصلحة المياه لبيروت وجبل لبنان انه هني عم بياخدوا عينات دايما، وهني عم بيحطوا كلوراين. صح. بالمي واكثر من مرة حتى اكثر من قبل، وفي فلترز بمحطات معينة. هوفلي انه هيك نضل. انا عرفت انه بلدية بيروت اهتموا بهذا الموضوع وحطوا كلوراين مثل ما ذكرتي. شو دور البلديات بكل لبنان؟ هل مفترض كل بلدية تعمل هيدا الشيء لمنطقتها؟ اكيد وهيدا مفروض كانت تنعمل كمان بطريقه دوريه، مش بس ننطر بس يصير في عنا كوليرا. الكوليرا اول شيء مش المرض الوحيد يلي بيوصل على مياه الصرف الصحي، في امراض كتير تانية. ونحن معرضين مثل ما قلنا لانه البنى التحتيه صارت مهتريه، يعني نحن ما بنعرف امتى بينخلط وباي منطقه بينخلط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب ومياه اللي بتوصل على البيوت. سو مشان هيك هيدا مفروض تنعمل دائما وبطريقه دوريه. نقال انه عم تنعمل وعم تنعمل من قبل، مش بس هلا من وقت الكوليرا. هلا يمكن زادوا الاهتمام اكثر وزادوا العينات يلي عم بياخذوها والفحوصات، بس اكيد مفروض تنعمل بكل البلديات، وهذا دور كثير مهم للبلديه ولا مصلحه المياه بكل منطقه. دكتور لكل يلي عم بيتابعنا هلا، اذا بدنا نطمنهم، فيك تقولي از دكتور انه ما في داعي للبانيك؟ يعني ناخذ احتياطاتنا. صح. ونطمن بالنا. صح.
ما في داعي انه نعمل بانيك، لانه لسببين. لانه اول سبب قلنا انه اغلب حالات الكوليرا هي منا حالات خطره، وثانيا اذا نحن اعتبرنا انه ممكن نكون عم نتعرض لحاله خطره، اذا رحنا على المستشفى وقدرنا اخذنا العنايه اللازمه كمان ممكن حاله الوفيات تنزل لاقل من 1%. يعني ما عم نحكي على حالات وفيات كثير مرتفعه. وثانيا لانه لهلا المياه يلي عم توصل على البيوت هي مياه بعد نظيفه. مين هن العرضه اكثر للوفاه اللي عندهم امراض معينه، امراض مزمنه؟ هلا المشكل بالكوليرا انه في يكون شخص يعني صحيح طبيا ما عنده أي مشكل، إذا تعرض لكمية بكتيريا عالية وصار عنده حالة الكوليرا يلي عم تفقى خليف وكمية مي عالية، إذا ما أخذ كمية المي اللازمة ممكن يتوفى. أوكي. حتى لو ما كان عنده ولا أي مرض. يعني الوقاية هي أهم شيء. خلينا نقول دكتور، بدي أعرف منك قديه بتنصحي هلأ كل العالم؟ بتعرفي نحن أشخاص اللبنانيين بحبوا يظهروا، يعني بحبوا الحياة. شو لازم ما ناكله برات البيت؟ كل أنواع الخضرة، السلطات، يعني نتجه للقصص مثلا الكوكت أكتر. صح يعني هلا هيدول النصايح اللي كنا نعطيهم للاشخاص اللي بيسافروا على الدول الناميه صرنا نحن بدنا نطبقهم كمان عنا، انه كل شيء منه مارق على النار ما ناكله، كل شيء ممكن يكون ترك وقت طويل برا ممكن اجى حشرات عليه بينقلوا المرض من مطرح لمطرح كمان ما يتاكل، كل شيء ممكن يبرد ويرجع يتسخن، هون الحراره عم تتغير كثير عليه، يعني بالبيفيات مثلا البيتزا الكيش كل هيدول يلي ممكن تنترك وترجع بس تتسخن حتى تكون مقبولة طعمتها بوقتها، هيدي كمان ما لازم. طب اختصارا شو مناكل؟ الأشياء اللي مغلية قدامك، يعني إذا كانت مطبوخة وبعدها سخنة قدامك ومطبوخة كتير منيح، اللحم، الدجاج، السمك، الطبخ اللي هو هيدا فيك تاكليه. المياه بدها تكون بأنانة مسكرة كمان دايما، نحن حتى ما نستعمل آيس كيوبز أبدا لأنه ما بنعرف من وين معمولين. تلج ما كنت منتبهت له. صح. التلج صح، لأنه مش دايما رح يعملوا تلج من مي بأنانة، ممكن يعملوها من مية الحنفية. هيدي كتير مهمة. الخضار النية مثل ما قلنا أفضل بتاتا ما نتناولها. الفواكه أفضل يلي نحنا منقشرها هي اللي منتناولها، يلي بتكون أورادي بس مغسلة ومحطوطة قدامنا أفضل إنه ما تتاكل. الأولاد عرضة أكتر دكتور كونها مناعتهم أقل ولا ما خص المناعة؟ بلا، الحالات أصلا لهلأ أكتر عند الأولاد، يعني مثل ما قلنا نص الحالات لحديت عمر 15 سنة. تانيا الأولاد مش بس كمان قصة جهاز مناعي، هي قصة كمية أسيد بالمعدة. يعني حكينا إنه الأسيد هو بيحمي الأشخاص، الأولاد والمسنين عندهم كمية أسيد بالمعدة أقل من غيرهم، سو مشان هيك هول الأشخاص لهالسبب كمان زيادة ممكن يتعرضوا للكوليرا أكتر. دكتور، الأولاد اللي أخذ الروتا فاكسين، الروتا فاكسين كمان بيسبب بالإسهال، صح؟ هل ممكن يكون عنده مناعة على الكوليرا بسبب الروتا فاكسين؟ لا، ما لهم علاقة، لأنه هيدا فيروس وهيدا بكتيريا ومختلفين كليا عن بعض، لأنه اثنيناتهم بيسببوا الإسهال. صح، بيسببوا إسهال، وحتى إسهال الروتا فيروس كمان إسهال حاد، بس مختلف كليا، يعني حمايته ما بتحمي من الكوليرا. طب كيف ممكن حماية الأولاد اللي كتير صغار بالعمر، يعني اللي عمرهم نيوبورن للي عمره 3 سنوات، بطريقه الاستحمام؟ قول المي حتكون معدنيه لهم بس. صح، دائما استعمال المياه المعدنيه، تعقيم الانانه تبعهم بمي دائما مغليه او مي مع الحبوب اللي قلنا عنها اللي فيها كلوراين، كمان الحمام اذا في يكون بمي شرب او بمي من خزان بس منظف ومعقم مثل ما حكينا. الاكل كثير ننتبه عليه، يكون كله اكل مطبوخ مزبوط، مطهي مزبوط، افضل يتاكل بالبيت ما يتاكل برات البيت، لانه بنعرف كيف عم ننظف نحن الاكل وكيف عم نعتني فيه. هيدي اهم شيء. كمان السنان مثل ما قلنا دائما مياه معدنيه يتمخمض التم فيها، يعني هول الاشياء. يعني استفدنا كثير من وجودك معنا طبعا. مثل العاده دكتور بيبقى نعمل اللي علينا. صح، ومثل ما الله بيريد. صح، بدنا نشكر وجودك معنا، شرفتينا.